نعم، الأوضاع في مدينة المرج عادت للهدوء بعد ليلة صاخبة شهبتها الكثير من المظاهرات وأعمال الشغب. في البداية انطلقت المظاهرات في منطقة الرابعة بمدينة المرج، مدخل مدينة المرج وعلى الطريق الساحلي، ثم انتقلت إلى توجه المتظاهرين إلى مديرية أمن المرج والاعتداء عليها. انحرفت المظاهرات عما يحدث، ليس كما يحدث في باقي المدن، انحرفت إلى توجه إلى المقرات الأمنية والهجوم وحرق الإطارات والاعتداء على رجال الأمن في مديرية أمن المرج. حدثت هناك في المديرية الاشتباك ما بين المتظاهرين والمديرية، المديرية لم تقم بالرماية على المتظاهرين، كل الرماية كانت في الهواء للتفرقة. لم تحدث تلك الإصابات الكبيرة، إصابات طفيفة، الإصابات كانت ما بين المتظاهرين بين رجال الأمن، حتى احترقت سيارة أحد أعضاء المديرية وإصابة الناطق الرسمي باسم مديرية أمن المرج ومساعد الشؤون الأمنية، إصابة ثلاث متظاهرين وطفلة سقطت عليها رصاصة طائشة. لم تكن هناك الأضرار والأرقام التي ظهرت في قنوات الإخوان التي أظهرت القتلى والجرحى والاعتداء. المظاهرات كانت سليمة سلمية، ولكن دخلت فيها بعض الأطراف والمندسين الذين غيروا اتجاه المظاهرة إلى أعمال تخريبية وشغب رفضتها كل قياس مدينة المرج. الأمور استمرت لفترة طويلة طول الليل، ولكن بعد ذلك تمت السيطرة على الوضع الأمني، الأمور هادئة جدا، لا توجد تلك البروباغندا والصخب الذي أحدثته قنوات الأخوان والفيسبوك وبعض ضعفاء النفوس الذين يتمنون الخراب والدمار لهذه المدينة. الأمور تسير على ما يرام في هذه المدينة، عادت الأمور إلى نصابها، عمليات تنظيف وإعادة الأمور إلى الوضع الطبيعي والوضع الأمني. لا يوجد في المدينة أي شيء، الأمور هادئة جدا الآن، كل الأمور تسير في السياق المعتاد. حق التظاهر حق طبيعي لكل بني آدم ولكل إنسان في هذه الدولة. المديرية لم تقف ضد التظاهرات، ولكن هناك من يسعى إلى ضرب الفتن وتدمير الطبقة المستوى الاجتماعي في هذه المدينة لضرب الفتن والخراب لهذه المدينة. هذا مجمل ما حدث في مدينة المرج. الأوضاع هادئة جدا، الأمور تسير في وضع طبيعي، ونتمنى الهدوء والاستمرار على ذلك باقي الفترة القادمة.